فما بين العزل والحصار تجني قطر ما زرعته من تخريب لعدد من اقتصادات الدول العربية بعد أن تركت أشقائها أمام خيار وحيد وهو القطيعة والتي لن يدفع ضريبتها إلا أبناء الشعب القطري. ومع انهيار البورصة وخسائر أكبر بنوك البلاد وحديث وكالة مودس عن مؤشرات اقتصادية سلبية وإغلاق الطرق البرية والبحرية والجوية في وجه الإمارة المارقة، باتت قطر بين خيارين أحلاهما مر، وأصبحت في عين عاصفة اقتصادية تقتلع ثروات البلاد. حصاد الورود لا يأتي بزراعة الأشواك، فاليوم تجني قطر حصاد ما فعلت من تدمير وتخريب للعديد من دول الجوار. فجاء قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر وغيرها من الدول بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ليحمل أزمات اقتصادية كبيرة للدوحة، حيث تدهور سوق الأسهم القطرية وتراجع مؤشر البورصة بأكثر من 7%، في حين أعرب محللون ماليون عن القلق من تراجع التصنيف الائتماني للدوحة. وخسرت الشركة القطرية مليارات الدولارات عقب القرار، فيما خسر بنك قطر الوطني 3 مليارات دولار من قيمته السوقية. الخلاف الدبلوماسي امتد ليكون له أثر خطير على بعض صفقات التجارة والشركات في المنطقة، خاصة الخطوط الجوية القطرية التي لم يعد بإمكانها تسيير رحلات إلى بعض الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط، خاصة بعد إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر. وتمثل الجارة السعودية مصدرا لواردات المواد الأساسية لقطر من بينها الإسمنت والصلب عن طريق الشحن البحري والبري، على إثرها قد ترتفع تكاليف الإنشاءات في قطر، ما سيغذي التضخم بسبب عدم إمكانية استيراد الألومنيوم ومواد البناء برا، ما يهدد الاستعدادات الإنشائية لاستضافة كأس العالم عام 2022. ودعت السعودية الشركات العالمية إلى تجنب التعامل مع قطر، ما يثير تكهنات بأنها قد تلجأ إلى تخيير الشركات الأجنبية بين تنفيذ نشاطات في قطر والحصول على إمكان الدخول إلى الاقتصاد السعودي الأكبر. وألغت العديد من الشركات الخليجية العاملة في قطر صفقاتها، كما أن نادي الأهلي السعودي ألغى اتفاقية الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية. قطر التي لم تستمع يوما لنداءات النصح واستمرت في العمل على شق الصف العربي لم تترك خيارا أمام جيرانها سوى قطع العلاقات معها، علها تدرك جرم ما اقترفتها.